بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 121. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. طيب، وهذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة إن شاء الله ستستمعون إلى إجابة عدد من الأسئلة. سؤال عن زكاة متأخرة، وعن دفع الزكاة لطلاب المدارس، وعن عطاء الزكاة لواحد وشراء حاجات بها للفقراء، وعن مكان توزيع الزكاة، وعن دفع الزكاة للأقارب، وعن دفعها لأبناء ولي منحرف، وعن الوضوء من ماء تغير طعمه. هذه أسئلة للمستمع عبد الرحيم منصور من ليبيا، ثم يجيب فضيلة الشيخ عن أسئلة للمستمع بدوي رحمة الله من السودان، عن الحج بالوالدة قبل حج الولد، وعن علاقة الزوجة بأم زوجها، وعن فائدة التسبيح وحكم السبحة. ثم أسئلة للمستمعة أم عبد الله من الرياض، عن الوضوء مع وجود مناكير في الأظافر، وعن ترتيب الولادة في الدراسة لأخذ إجازة، وعن وضع جهاز تسجيل على هاتف المنزل، وعن جماع في رمضان عند أذان الفجر، وعن من تصدق بحق من يعرفه دون علمه، وعن المسح على لفافة الشعر، وعن بعض صور الاستهزاء بشعائر الدين، وعن سجود التلاوة للمرأة. ثم أسئلة للمرسل حميد عثمان من السودان، عن الصلاة في ثوب طويل، وعن بعض صور البيع، وعن سجود الإمام، عن سجود المأموم سهوا والإمام راكع، وعن الفرق بين ما يدركه المأموم وما يقضيه مع الإمام، وعن شخص سافر هل يصوم ويصلي الجمعة في سفره أم لا. ثم آخر أسئلة هذه الحلقة عن تفسير قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. هذا مستمع من ليبيا، الأخ عبد الرحيم منصور، يقول: كانت في حوزتي 1000 دينار ومضى عليها 2 سنين ولم أزكي عنها، وليس ذلك قصدا ولكنه نسيان مني، وأنا أعرف مقدار زكاتها 25 دينارا، ثم صرفت منها 1000 دينار وبقي 1000 آخر ودخلت عليه 2 ثالثة، فهل أزكي عنها جميعا مرة واحدة، أو أزكي على 1000 الذي بقي معي وقد دخلت عليه 2 ثالثة، وهل أزكي لسنة واحدة هي الحالية، أو حتى عن 2 الماضيتين؟ أريد توضيحا على هذا السؤال مفصلا، أدامكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فإن النقود تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر أي 25 في 1000 عن كل سنة مرت عليها ولم يزكيها، فيزكيها للعام الأول ثم يزكيها للعام الذي بعده بعد أن يخصم منها زكاة العام الأول، ثم يزكيها للعام الثالث بعد أن يخصم منها الزكاة التي أخرجها عن العامين الماضيين. ولا بد من هذا، لأن الزكاة تبقى دينا في ذمته إلى أن يخرجها ولو طالت المدة، فلا بد من إخراجها عما مضى. وإذا كان لم يبقى عنده في النهاية إلا 1000 كما في ظاهر السؤال، فإنه يزكي هذا 1000 عن العام الذي يمر عليه وهو في ملكه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: هل تجوز كذا، يقول ربما راه تجب، هل تجوز الزكاة على طلبة المدارس الذين هم في الابتدائية والإعدادية والثانوية؟ وهل تجوز إذا أعطيتها لذوي العلم من خطباء المساجد إذا أحسست أنهم بحاجة إليها؟ الزكاة تجب للفقراء والمساكين وبقية الأصناف 8، فإذا كان هؤلاء الطلبة أو الخطباء
أو أئمة المساجد من الفقراء فإنها تعطى لهم الزكاة لفقرهم، وأما إذا كانوا غير فقراء بأن كان عندهم ما يكفيهم لسنتهم فإنها لا تحل لهم الزكاة. نعم. يقول في آخر أسئلته: هل يجوز أن أعطي الزكاة أكثر من فرد، أي الزكاة الواحدة؟ وهل يجوز أن أشتري بقيمة الزكاة أغراضا يحتاجها المسلمون المحتاجون للزكاة ثم أوزعها عليهم؟ أما قوله هل يجوز إعطاء الزكاة لأكثر من فرد، هو غير ظاهر. إن كان قصده أنه يوزع المبلغ الواحد على أكثر من فرد فهذا جائز، أما إن كان قصده أنه يعطيها لشخص ثم يأخذها ويعطيها لشخص آخر فهذا لا يجوز، لأن الشخص المستحق إذا أعطيت له الزكاة ملكها ولا يجوز أخذها منه. نعم. وشراء حاجات الفقراء. وأما شراء الحاجات وهذا ما يسمى بإخراج العروض عن الزكاة فهذا إنما يجوز إذا كان من مصلحة المستحق، إذا كان هذا من مصلحة المستحق فيجوز أن يعطى عروضا بدل الزكاة، أن يشترى بها عروضا أي سلعا وتعطى له، وإما إذا لم يكن هذا من مصلحته فإنها تدفع إليه الزكاة وهو يتصرف فيها حسب مصلحة حسب حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يقول: هل يجوز دفعها إلى خارج المنطقة التي أعمل فيها، لأن مسقط رأسي في مكان وعمل الدائم في مكان آخر؟ الزكاة تخرج في فقراء البلد، هذا هو الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فما دام في البلد فقراء يحتاجون فهم أولى بها من غيرهم. وإذا لم يكن في البلد فقراء أو كان فيه فقراء ولكن هناك من هو أشد فقرا منهم في مكان آخر فيجوز نقلها في مثل هاتين الحالتين. نعم. يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب كالإخوة والأخوات حيث لديهم مصدر رزق لكنه ضئيل؟ الزكاة تجب للفقير وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية فيعطى ما يكمل كفايته لمدة سنة، والأقارب أولى بها، إلا إذا كان القريب من الوالدين أو من الأولاد أي من فرع المزكي أو من أصوله فإنها لا تحل لهم زكاته، أو كان القريب ممن يرثه المزكي لو مات لعدم وجود من يحجبه فإنها لا تحل له على أحد قولي العلماء، لأنه والحال هذه يجب عليه أن ينفق عليه فلا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أعطيت الزكاة إلى طلبة أو أفراد أبوهم أو ولي أمرهم سارق أو منحرف هل يجوز ذلك؟ إذا كان الأفراد والفقراء إذا كانت هذه الأسرة محتاجة وفيه من يقوم عليها ويرعى مصالحها فإنك تدفعها لمن يقوم عليهم لينفقها عليهم، ولو كان أبوهم عنده بعض المخالفات فإنهم لا ذنب لهم وهم بحاجة فتعطيها لغير والدهم، تعطيها لمن تأمنه على أن يوصلها إليهم ويجعلها في حاجتهم، وأما أبوهم والحال أنه يرتكب لكبائر فهو لا يؤمن أن يصرفها في المعاصي فلا تعطى له لأنه غير مأمون. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة فضيلة الشيخ يقول: لدينا منطقة انقطع الماء عنها مدة من الزمن وبدأ سكان المنطقة يشترون الماء ويحضرونه إلينا من مسافات طويلة بعض الشيء، لكن وجدنا أن طعم الماء قد تغير قليلا ربما من المصدر أو الأواني، فهل يجوز الوضوء به والاغتسال مع العلم أن البحر ليس بعيدا عنا؟ نعم، يجوز الاغتسال بالماء الحمد لله، وإن كان متغير الرائحة إذا لم يعلم أنه تغير بنجاسة، إذا لم يعلم أن تغيره كان بسبب النجاسة فإنه يجوز الطهارة به. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع بدوي رحمة الله من السودان يقول: قد حج والدي بحمد الله ولدي الرغبة أن أحج بوالدتي، وكنت تعهدت لها أن أتمم حجتها لكن الأموال لم تساعدني، فهل هناك ذنب من جهتها؟ علما أنني أريد أن أحجج نفسي ولكن هناك من يقول لا يسمح أن أحج قبل والدتي
وضحوا لذلك جزاكم الله خيرا. حج عن نفسك أولا حجة الإسلام، ثم بعد ذلك حج بوالدتك، هذا إذا لم يكن عندك نفقة تكفي لحجك وحجة والدتك، فإنك تبدأ بحجتك أنت، تؤدي حجة الإسلام ثم تحجج والدتك في المستقبل إن تيسر ذلك، وإلا فإنها لا حج عليها ما دامت عاجزة من جهة المال، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي غير مستطيعة إلا إذا قمت أنت بنفقة حجها، فإنها تكون حينئذ مستطيعة، وهذا إنما يكون بعد أن تحج عن نفسك أنت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لدي زوجة بالسودان وشعرت أن علاقتها متوترة مع والدتي، ولدي الرغبة بأن أرجعها إلى أهلها، علما أن الوالدة ليس معها أحد يساندها، هل هناك ذنب؟ وما توجيهكم وفقكم الله؟ عليك بالإصلاح بين والدتك وزوجتك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال ويذهب ما بينهما من الاختلاف. أما إذا استمر النزاع بينهما ولم يحصل الاجتماع بينهما، فلك أن تجعل زوجتك في مسكن مستقل عن والدتك، وتواصل البر بوالدتك وزيارتها والبقاء والجلوس عندها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول والنفقة عليها. نعم. عن الوالدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما فائدة التسبيح علما أنني أسبح بكمية كثيرة والحمد لله؟ فائدته أنه ذكر لله عز وجل، وفيه أجر عظيم، قد قال الله سبحانه وتعالى في صفات المسلمين والمسلمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذكر فيه فضائل وفيه أجر عظيم، سواء كان تسبيحا أو تهليلا أو تكبيرا أو تحميدا أو غير ذلك من أنواع الذكر. نعم. يقول لدي سبحة تزيد عن 200 حبة، ويقول لي بعض الناس أرجو أن تخففها إلى 99، هل هناك كراهية في الزيادة؟ وأرجو توجيهي في هذه المسألة. أول اتخاذ المسبحة للذكر فيه تفصيل، إذا كان يرى أن المسبحة فيها فضل فهذا خطأ وليس في المسبحة فضل، وإن كان يرى أنه ليس فيها فضل وإنما يتخذها لإحصاء التسبيحات فقط كما يعد بالحصاء أو كما يعد بأصابعه فلا بأس بذلك، ولا حرج حينئذ في عدد الخرزات أن تكون 100 أو 90 أو 95 أو 99 أو ما زاد أو نقص عن ذلك، لا حرج في ذلك، ولكن مع هذا كله تسبيح بالأصابع أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة أم عبد الله من الرياض بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها أزالت امرأة مناكير من أظافرها، وبعد أدائها للصلاة اكتشفت أن هناك جزءا صغيرا لم تره لم يذهب من ظفرها، فماذا عليها؟ إذا كان هذا شيئا يسيرا فإنه لا يضر فيما سبق، ولكن تزيله للمستقبل، أما إن كان شيئا كثيرا وغطى جزءا من ظهرها فإنها تزيله وتعيد الوضوء تعيد الصلاة، لأنه بقي جزء من بدنها لم يصل إليه الماء. ما مقدار القليل والكثير؟ يعرف هذا بالعرف. تقول هناك بعض المعلمات يرتبن ولادتهن بإذن الله تعالى أيام الدراسة حتى تحصل على إجازة 60 يوما، هل يجوز لهن ذلك مع تأخر بعض الدروس على الطالبات؟ إن كان المقصود أنها تتخذ دواء يؤخر الحمل حتى تترتب الولادة عندها بزعمها حسب ظروفها، فهذا من العبث ومن الأمور التي قد تضر بصحتها، فعليها أن تتوكل على الله وتترك الحمل على حاله، ولا تتخذ شيئا يمدد الحمل أو يؤخره لما في ذلك من الأضرار، ولما في ذلك من منع الحمل، والحمل مطلوب في الإسلام، إلا إذا خشيت على نفسها من الضرر في صحتها، وقرر الأطباء أن عليها ضررا من تتابع الحمل فلا بأس أن تأخذ ما يؤخره عنها حتى تستطيعه. نعم. يبدو أنها تسأل عن تعمد أخذ الإجازة يا شيخ، تعمد ترتيب ذلك كي تنال الإجازة عن العمل وتدع الطالبة. الإجازة هذا حسب النظام، تأخذ من الإجازات ما يسمح به نظام الدولة.
نعم. إذا كانت تقصد ترتيب الولادة حتى تدرك الإجازة نظاما. المهم أن مسألة الإجازات هذه حسب النظام، تأخذ منها ما يبيح لها النظام. نعم. أثابكم الله. تقول: هل يجوز وضع جهاز تسجيل على تليفون المنزل وأهل المنزل له كارهون، بحيث يستمع صاحب التسجيل إلى جميع المكالمات الواردة للمنزل بغير علمهم أو بعلمهم، سواء كان زوجا أو أبا؟ هذا لا يجوز، لأنه من الاطلاع على عورات الناس ومن الاستماع إلى أحاديث الناس، وفي الحديث: من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو الذهب وهو الرصاص المذاب. فلا يجوز هذا العمل من غير ضرورة. نعم. أثابكم الله. تقول في سؤال آخر: وقع لامرأة ما يقع بين الزوج وزوجته في رمضان ولا تعلم الوقت، هل كان قبل أذان الفجر أو في أثناء الأذان، منذ 21 سنة تقريبا، فماذا عليها؟ لا نستطيع الإجابة إلا إذا عرفنا أن الجماع حصل بعد طلوع الفجر. إن كان حصل بعد طلوع الفجر فعلي على كل واحد منهم الكفارة وقضاء ذلك اليوم، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما إذا كان الجماع قبل الفجر فلا شيء في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائق أرجع سيارته قليلا فحصل احتكاك خفيف مع سيارة بجانبها، ولم يقف هذا السائق كي يعتذر من صاحب السيارة في موقف عام، لكنه أخرج مبلغ 300 ريال بنية الصدقة عن صاحب السيارة المعطوبة، فما توجيهكم؟ هذا لا يكفي، ما دام يعرف صاحب السيارة فعليه أن يذهب إليه وأن يطلب منه المسامحة أو يدفع له مقدار الضرر الذي حصل بسيارته، ولا يعفيه من ذلك أنه يتصدق بحقه وهو موجود ويعلم مكانه ويعرف اسمه ويمكنه الوصول إليه، لا بد من تفاهم معه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: نضع لفافة شعر تشبه المكره، هل يكفي المسح عليها من الجزء الأعلى فقط في أثناء الوضوء؟ لا يجوز المسح على اللفافة أو على شيء على الرأس من الأغطية، بل لا بد من مسح الرأس مباشرة، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، إلا إذا كان على الرأس عمامة للرجال فإنهم يمسحون عليها إذا كانت مستوهية للشروط، أن يعني تكون ساترة لمعظم الرأس وتكون محنكة أو ذات ذوابة، أو كان خمار امرأة مدارا تحت حلقها ومثبتا على رأسها فإنها تمسح عليه، وأما ما عدا ذلك من الأغطية والحوائل فإنه لا يمسح عليها إلا ما كان من لصوق الجروح أو الجبائر التي على الكسور، فإنها يمسح عليها بقدر بقائها للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من إحدى المستمعات، تقول: كثيرا ما نسمع من بعض الرجال تشبيه الذقن بشيء من الحيوانات كالشاة مثلا أو التيس، ونصحناهم ويقولون إن هذا مجرد مزح، فما حكم تشبيه ذلك؟ ما حكم ذلك التشبيه في الشرع؟ هل هو من الاستهزاء بالدين؟ إن كان قصدهم السخرية بإعفاء اللحية هذا يعتبر من الاستهزاء بالدين، لأن إعفاء اللحية واجب وهو من أمور الدين، فهذا فيه خطر عظيم، واجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة إلى ذلك. وإن كان قصدهم السخرية من الشخص لذاته لا من أجل اللحية، وإنما يسخرون من الشخص، هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنها لا تجوز السخرية بالمسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فعلى كل حال السخرية من المسلم لا تجوز، فإن كان ذلك السخرية بعمله للسنة فالأمر خطير جدا، وإن كان السخرية به لشخصه فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فعلى المسلم أن لا يسخر من أخيه المسلم بأي وجه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كانت المرأة تقرأ القرآن ومرت بسجدة وهي لا تلبس شيئا على رأسها كما تفعل في الصلاة، فهل يصح أن تسجد التلاوة أم يجب عليها أن تغطي رأسها باللباس؟ يصح أن تسجد للتلاوة ولو لم تغطي رأسها، لأن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمعة نون فاء عين من الطائف بعدت عددا من الأسئلة
تقول في أولها: لدي ثوب نوم يصل طوله أسفل الكعبين، لكني لا أصلي به الفروض الخمسة، وإنما أحياناً وفي النوم أصلي الوتر بهذا الثوب، فهل صلاتي صحيحة؟ يجب على المرأة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، فإن كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي جميع بدنها حتى الوجه في الصلاة، ولا يظهر من بدنها شيء، لا من الرجلين ولا من اليدين ولا من أي موضع من البدن. الصلاة في الغطاء القاصر عن الرجلين أو عن بعض الرجلين لا تصح به الصلاة، لأنها لا تكون حينئذ ساترة لعورتها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: لدي ساعة مستعملة أردت أن أبيعها على محل لبيع الساعات وأستبدل من هذا المحل ساعة جديدة عوضا عنها من نوع آخر، فقال لي صاحب المحل: نبيعك إحدى هذه الساعات ب3000 ريال ونأخذ ساعتك عن 1000 ريال وتدفع 2000 ريال، فهل هذا البيع ربا؟ هذا ليس بربا، لأن الساعة ليست من الذهب والفضة، إنما الربا في الذهب والفضة، أما الساعة المصنوعة من غير الذهب والفضة للنساء فلا بأس ببيعها بساعة أخرى مع زيادة، نعم، أو نقص. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص أدرك الصلاة مع الإمام من تكبيرة الإحرام، ولكن عند ركوع الإمام في الركعة الثالثة مضى ذلك الشخص، سهى ذلك الشخص وسجد، فماذا عليه أن يفعل علما أن الصلاة تلك كانت فريضة العشاء؟ عليه أن يرجع ويركع مع الإمام، أولا شيء عليه في ذلك، فإن كان لم يركع مع الإمام واستمر ساجدا حتى لحقه الإمام ترك الركوع، فعليه أن يقوم ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أدركت الصلاة مع الإمام في الثالثة، فهل أقرأ فيها بأم الكتاب فقط هي والركعة الرابعة، أم ماذا علي وماذا علي في الركعة الأولى والثانية؟ ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، يقرأ فيه الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن إن أمكنه ذلك، وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص سافر إلى بلد ما بغرض العمل، وبعد عدة أيام جاء عليه شهر رمضان، فهل عليه الصيام؟ وهل تجب عليه صلاة الجمعة في جماعة؟ وهل عليه قصر الصلوات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المسافر من العمال وغيرهم إذا نوى إقامة في أثناء سفره تزيد على 4 أيام فإنه يأخذ أحكام المقيمين، فيتم الصلاة ويصوم رمضان ويصلي الجمعة مع المسلمين، لأن أحكام السفر انقطعت في حقه وأصبح مقيما في ذلك البلد الذي يعمل فيه أو الذي يقيم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشمس تجري لمستقر لها، وأين ذلك المستقر؟ الآية على ظاهرها وأن الشمس تجري، يعني تسير في الفلك ليلا ونهارا مستمرة، فينشأ عن ذلك حصول الليل والنهار بإذن الله، وهذا فيه دليل على أن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة، عكس ما يقوله جهلة الفلكيين اليوم من أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور عليها، هذا يخالف القرآن الكريم، بل الأرض ثابتة وهي المركز والأفلاك تدور عليها، بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم كلها تدور على الأرض، وينشأ عن ذلك الليل والنهار بتقدير الله سبحانه وتعالى. وأما مستقر الشمس الله أعلم، وقد جاء أنها تسجد تحت العرش، أنها تسجد تحت العرش كما ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قراءة عن ابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، بمعنى النفي، بمعنى أنها دائمة تسير في فلكها وتدور على الأرض دائما وأبدا. سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا المستمعين، تفضل بالجواب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم،
ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، حتى يتجدد اللقاء بيننا وبينكم، نستودعكم الله.